مرحبا، هذا الفيديو من افضل الفيديوهات على سطح الكوكب برايي الشخصي، كونه رايي الشخصي هو المهم. في كثير منتقدين صراصير عم ينتقدوني وعم يحكوا انه ما فيك تلاقي وظيفه بعد عده اشهر من الدراسه، بتبعوا النظام التعليم القديم لحتى يلاقوا وظيفه، بتدرسوا بالجامعه 5-6 سنين بيطلعوا بعدين بضلوا 4-5 سنين بدون عمل، بيدخلوا بحاله من الكابه والبؤس، واخر شيء بيستنتجوا الشيء اللي انا دائما عم بحكيه انه الجامعه ليست كافيه لدخول سوق العمل. رح فرجيكم هلا مقابله حقيقيه مع طالب من الاف الطلاب اللي انا علمتها حصل على عمل ابتداء من الشهر السادس السابع بعد تعلم البرمجه، ممكن يصير باي مجال اخر مو بس بالبرمجه، ولكن الفعل هو المهم وهو الشيء الاساسي اللي بيخليك تحصل على وظيفه. الخوف من مقابله العمل غير مبرر، الخوف من دخول سوق العمل كمان غير مبرر. لذلك هذا رح تشوفوا اسامه من المغرب كيف نجح بالحصول على وظيفة، وسأنشر وسأحمل فيديوهات من اليوم ورايح كل فترة وفترة، رح فرجيكم أمثلة على أشخاص حقيقيين دخلوا سوق العمل ونجحوا بإيجاد وظيفة، وليس مثل الأشخاص الآخرين اللي بيحكوا 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 وما بيعلموكم كيف تدخلوا سوق العمل. يعني تعلم المهارة شيء و دخول سوق العمل شيء آخر، وفتح شركة شيء مختلف تماماً. تابعوا الفيديو للأخير لحتى تفهموا كيف خطوة بخطوة هذا الطالب نجح بالحصول على عمل. السلام عليكم، اسمي أسامة من المغرب. أريد أن أقول فقط بصراحة أنك شخص تريد مساعدة الناس، وأنا ساعدتني كثيراً، لأنني قبل أن أقدم لأول وظيفة لدي كنت أشاهد مجموعة من الفيديوهات يقولون أنك يجب عليك أن تتعلم مجموعة من أطر العمل ولغات البرمجة وكذا وكذا، لكن هناك خطأ. ثم من بعد ذلك الله أنزل لي قناتك من فضله، قمت بمتابعتها وأشاهد كل البثات المباشرة التي تقوم بها. بعد ذلك قمت بتطبيق نصائحك، ثم حصلت على أول وظيفة كفرونت فلاتر ديفلوبر. ممتاز. نعم، وقمت ببناء مشروع كامل من الصفر، والحمد لله قدمت الآن أعمل لشركة ثانية وقد نعم بثمن جميل و الراتب رائع. من راقي الراتب نعم. رائع. انا زل ليك راتب رائع. انا مهمتي اني ساعد الناس صدقا من تجربتي الشخصيه. يعني اكثر من 14 سنه مجال البرمجه، بيع البرمجيات وشغلي باكثر من 16 شركه محلي وعالمي، انا كنت اشتغل باربع شركات بنفس الوقت. فلذلك الناس الكسالى بينتقدوا، ينتقدون فقط لمجرد الانتقاد، وهم يطمحون لان يصبحوا ناجحين ولكن كسولين لا يستحقون النجاح، فلذلك ينتقدون كونه الطريق الاسهل. وامامكم امامكم شخص حقيقي واقعي يروي تجربته انه حصل على عمل لانه تبع نصائحي وشاف انه التطبيق العملي التنفيذ، واي شخص الله بيساعده، اي شخص بيشتغل على حاله، اي شخص يجتهد الله يساعده، صحيح ولا لا؟ صحيح صحيح تماما. فقط نصيحه لكل من يريد البدء في تعلم البرمجه، كما قلت تعلم أساسي في 3 أشهر أو 6 أشهر، ثم ستقوم بدفع السي في بتاعك للشركات، ثم إذا كنت ذو كفاءة سكون على كن أكيد أنك ستلقى أوفرز لوف أوفرز. صحيح، ولكن الملاحظة الاستمرار في التعلم وليس توقف. لا بعد ذلك لا 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 حتى الآن أنا أستمر في التعلم. جميعا انا استمر. فهذا هو التوضيح، 6 أشهر وتستمر في التعلم لحتى تحصل على وظيفة، وتستمر حتى بعد حصولك على الوظيفة في التعلم لك. فالناس ينتقدون فقط لمجرد انتقاد، والآن أمام نتيجة من أفضل الناجحين على الإطلاق، وأهنئك أهنئك على حصولك على الوظيفة، وأنت تستحق النجاح لأنك شخص اجتهدت. أنا بعرف الأشخاص اللي بيجتهدوا بيحصلوا على عمل. فلذلك يا جماعة لذلك يا جماعة أنا كتير بنبسط لما بشوف أشخاص ناجحين يسيرون على الطريق الصحيحة وفعالين في المجتمع، وليس فقط منتقدين وكسولين ومتذمرين.
أمامكم نتيجة واضحة، شخص ناجح وحصل على وظيفة، وهذه الوظيفة الثانية حتى وليست الأولى. فالتطبيق العملي واستثمار الوقت يجعلانك شخصا ناجحا. كثير شكرا لك، كثير بتشكرك أنا، كثير بتشكرك. وأنا أشكرك أيضا، أنا أشكرك أيضا، كثير بتشكر عندك، تفضل. فقط أريد أن أوضح، كما قلت كنت تعمل إلى 4 شركات، أنا أيضا قمت باستعمال هذه كما قلت قبل ذلك، لقد عملت مع 2 شركات مع شركتين، نعم 12 ساعة، والشركة الأولى full time and the second company to 4 hours. 4 hours 4 ساعات. Yeah, it means 12 hours. تعبت ولكن حصلت على النجاح وتعلمت بشكل أسرع. الخبرة من الشركة الأولانية تساعدك في العمل في الشركة الثانية وتحقيق وإنجاز المشاريع وإنجاز المهام بأسرع وقت لما تتعلم بشكل سريع، وتتعلم من أخطائك، تتعلم من أخطائك أيضا. لأن قد ترتكب في بدايتك في تعلم أي مجال ستقابل مجموعة من، نعم سترتكب أخطاء، ثم بعد ذلك ستتعلم من هذه الأخطاء ولكن ثم تطور نفسك. نعم، ولكن يفضل أن تتعلم من أخطاء الآخرين وليس أن تخطئ أنت. نعم، تتعلم من أخطاء الآخرين. لكن أنا نصيحتي للجميع، تعلم من أخطاء الناجحين. يعني أنا عم أشتغل صدقا، لما بشتغل. نعم، هذا أيضا جميل. صحيح صحيح صحيح، ما في داعي، لا لا ليس هناك داعي لأنه تخطئ وتعيد الكرة، بينما غيرك أخطأ ممكن تتعلم منه، توفر وقت، توفر جهد، وتوصل إلى النجاح بشكل أسرع. كثير مبسوط، كثير أنا صدقا عم تجيني رسائل، صدقا آلاف الرسائل من الشكر، و يعني صدقا هذا الشيء اللي عم يحفزني نزل محتوى إني ساعد الناس. صدقا أي سؤال عم حاول نجاوب على الأسئلة بشكل سريع، وصدقا صدقا صدقا بنبسط لما بشوف أشخاص فعلا ناجحين بالمجتمع. يعني أنت لحالك هلا بتنبسط، أنت مبسوط. نعم نعم، رائع، فريح، مبسوط. لكن لكن لأن أصعب مرحلة هي حصول على أول وظيفة، بعدين بتشوف، لذلك أنني فرحان. بالضبط، مرحلة تصف. بالضبط، وأيضا عند الحصول على أول وظيفة يتوضح لك الأمر أنه ليس بهذه الصعوبة، أنه أنت كنت تكبر الأمور أكبر من حاجتها، ولكن بالأحرى أنت حصلت على الوظيفة ويمكنك الحصول على الثانية والثالثة والعاشرة وما تريد، فقط عندما تجتهد وتتعب. نعم نعم، بالتأكيد. شكرا. طيب أي سؤال، شو بتحب تضيف، أي كذا، لأنه كثير حابب أني ساعد الناس، كثير كثير. نعم، أريد أن أسألك سؤال، وأريد أن تقوم بإجابة عليه. ما هي الأطر العمل الشائعة في الشركات؟ عادة اثنين أساسيات، اثنين two frameworks بالجافا. جافا عندنا سبرينج وسبرينج بوت، سبرينج وسبرينج بوت، جافا، بي اتش بي، لارافيل او سيمفوني، لارافيل بالمرتبه الاولى، ثاني سيمفوني للبي اتش بي. جافا، سبرينج وسبرينج بوت، البي اتش بي، لارافيل والسيمفوني بالمرتبه الاولى، لارافيل بعد السيمفوني، عاده هيك المستخدم، لارافيل بالمرتبه الاولى. ممكن في كباك اند فريم ورك ممكن تستخدم مثلا بايثون كلغه برمجه، ولكن ممكن كمان تستخدم مع الفلاسك، ممكن تشتغل جانجو كمان يفضل كمان. لا بس ولكن عاده لازم تختار لغه البرمجه بناء على المشروع، يعني حسب ما يتطلبه المشروع، ساعه بنختار لغه البرمجه، ساعه بنختار كمان اطار العمل، فعاده حسب متطلبات المشروع ممكن نختار التقنيات والفريم وركس واللغات البرمجه. لما بتكون عم تشتغل فرونت فلاتر ديفلوبر تحتاج الى بناء اي بي اي، تحتاج الى بناء تخزين المعلومات. تابعوا المحتوى اللي انا بنزله اللي هو من افضل المحتويات، المحتوى على الانترنت، لانه انا بعطيكم تجارب حقيقيه لاشخاص وطلاب، الاف الطلاب
من الطلاب الآن عم علمها اللي حصلت على وظيفة فتحت شغل وانبسطت وطلعت مصاري كمان، أشياء حقيقية وليست نظرية بتتابعوا عندي على المحتوى، قناة على اليوتيوب، فيسبوك، إنستغرام، كل شيء، وشو في اسمه شو السوشيال ميديا، أنا موجود لنقل الحقيقة وإيصال الواقع لحتى تفهموا أنه الحصول على عمل وفتح الشركة ليس بالصعوبة اللي أنتم متخيلينها. شكرا كثير لكم.